اللي باغي نقول لكم فهمتوني، فهمتوا الحزب ديالي، فهمتوا المقترحات ديالي، فهمتوا العمل اللي قمت به، فهمتوا الامل اللي عندي لكم. كيفاش بغيتوني نتكلم معكم؟ الله اكبر، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم، الله يجزيكم. اليوم الاخوان انا ماشي جاي باش نتكلم معكم باش نوعدكم بشي حاجه، لانه ما نحتاجش نوعدكم. علامة الدار على باب الدار، راني خمس سنين وانا معكم. لا كانت شي حاجه معقوله راكم شتيوها، كانت شي حاجه ماشي معقوله راكم ما شتيوهاش. انا جاي باش نحاول نفسر لكم شويه، نفسر لكم شنو كنديروا دابا، نفسر لكم الاهميه ديال هذا الشيء، نفسر لكم الاهميه ديال المسؤوليه ديالكم، باعتبار ان الديمقراطيه هي هذه كتعطيك فرصه مره في خمس سنين باش توصل البرلمان وتوصل الحكومه الناس اللي كتعتقد انهم غادي يخدموا الصالح ديالك، او انك غادي توصل الناس اللي عبر التاريخ استغلوا وكلاو الاموال ديالك وتصرفوا بالطريقه اللي ضاع فيها المسكين والفقير والمحتاج واللي اغتنت فيها فئه فقط محدوده، وهذا يرجع بالضروره اليك ايها الشعب المغربي. هذا النهار ديال 7 اكتوبر ديالكم، هذا النهار ما هواش للبيع، لا بمئة ولا بمئتين ولا بخمسمئة ولا بألف درهم. هذا النهار ما هوش ديال السلطة، السلطة كتحكم العام كامل وكتحكم خمس سنين كاملة. هذا النهار ديالك انت باش تختار اللي غادي يدافع عليك، اللي غادي يتسرب من المجتمع المربع ديال السلطة بكل صراحة باش يدافع عليك حقيقة، او لا اللي جاي لهذاك الشيء اللي غنقول لك، وهو انهم كاين واحد العدد ديال الناس كيشريو منك اليوم 200 درهم ولا ب 500 درهم، ولا كيضغط لك شي واحد من الناس اللي عنده السلطه ولا النفوذ لصالحهم باش يوصل حتى هو يكون شريك في الغنيمه على حسابك، على حساب بلادك، وعلى حساب التعليم ديالك، وعلى حساب الصحه ديالك، وعلى حساب المصالح ديالك. هذا النهار اخوتي ملي كنشوفكم كنقول دابا واش حنا حكومه ولا معارض؟ لان الحكومه الناس ملي كدوز 4 سنين 5 سنين كيعياو منها، تيبغيو يبدلوها، تيمشيو بكتافه للمعارضه. علاش نتوما كتجيو لعندنا؟ انا نقول لكم صبروا شويه، صبروا شويه، صبروا شويه، خليونا كنحبوك، خلينا نقولوا لكم انا تنحبكم. انا ماشي عاد حبيتكم هذه 5 سنين، انا تزاديت في الحب ديالكم وعشت حياتي كلها في الحب ديال الشعب المغربي، وغنموت في الحب ديال الشعب المغربي. علاش؟ هذه في الحقيقه الجماهير اللي جات كتساند المعارضه، المعارضة الحقيقية في المغرب ماشي معارضة ديال الحكومة، هي معارضة ديال الفساد. والناس شافوا باللي هاد الحكومة عارضات الفساد ووقفات في وجه الفساد، وعلى داك الشيء تيجيو ليها. كيقولوها، كانوا كيقولوها، تيقولوا السي بن كيران كيخدم 5 ايام في الحكومة والسبت والحد كيدير المعارضة. صحيح انا كنخدم 5 ايام في الحكومه، تنقوم بالدفاع على الدوله، على المقاوله الجاده، وعلى المجتمع، وعلى الشعب، وعلى الفئات الهشه، ولكن في السبت والحد ملي كنتجول المناطق ديال المغرب ولا كندير اجتماعات في الحزب، تنعلن الموقف ديالي ضد الفساد وضد الاستبداد، لانه الفساد والاستبداد ليس فيه صالح لا للدوله ولا للمجتمع ولا للمقاولة. إذا كان الإخوان، إذا كان الفساد فيه مصلحة الدولة والمجتمع والمقاولة،
نعملوه كاملين، علاش اللي ما غنعملوش؟ ولكن الفساد لا، الفساد كيخرب.